الأساسي والكل أهلي يلا نبدا السباق. مساء الخير، مساءكم جميل وسعيد، مساءكم. ممكن اعرف ليش حركت الكراسي؟ الله يصف ابليسك صف ويطيره من راسك، قول امين. استغفر الله، رجع الكراسي زي ما كانت. يقول لك المخرج لا يجي ما كانت كذا، لا كذي معوقات الكراسي. ها نفس دي. ابو حسن يا ابو حسن، يلا لسه رمى الله ما ادري يطبخ. مع السلامه. آه روح روح والله ما اروح. روح روح والله ما لا لا روح والله ما اروح. اقعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا مساء الخير ويا مساء السعاده، مساءكم جميل، مساء مساء الانوار. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في كاريزما 37 مع الشباب الجميلين. على يميلي الشيخ وليد الزهراني. استريح وليد الزهراني. الشيخ الشيخ. ومعاه في الفريق مهند الشيخ مهند الفيصل. الشيخ مهند. وعلى جهه اليمين من الجهه الاخرى حبيبنا محمد الزعيزعي وحبيبنا عادل بن هيف. الطبخة اليوم واضح انها رايحة في طوفة. طبخة اليوم جدا سهلة. هذا وهي كانت سهلة. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا اليوم الشباب ما اعرفهم صح، شباب مصحصحين. ايوه الفيصل حياك الله. حبيبي مهند حياك الله. حياك الله يا انت حافظ مش فاهم، تفسخ لي النظارة؟ لا البسك اياها فوق راسك. ايوه حبايبي حياكم قدامي. محمد لا تنطق. نسي 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 ما يمشي. ما عندي الريق ناشف. الريق ناشف حبيبي. الحين لا علاج لا علاج ما تعرف. اشوف قبل لا تطول. تعال 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 تعال. ها تعال 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 انت وهالجرجير اللي لابسه. تعال نزل هنا. الفرق بين الفاصوليا اللي حاطينها واللي لابسه انت ما الفرق. اقول انت على العمامه دي. شباب حياكم هني. حياكم فوق الستيج يا شباب عشان نعلن النتائج. فوق الستيج يا شباب. نتائج فوق الست. ما تدري؟ ما تدري؟ برايم. ما تدري؟ لا اطلع الحين بقول لك. انت تدري؟ ايه وش تدري؟ انا اعرف كل شيء عن الفقره. نتائج ايش يا مسلم؟ معجزه شباب. انتم تدرون ان الناس امه محمد تصلي فوق صح؟ طيب انت تقول اطلعوا فوق المسرح. انت شفتوا؟ اي نزلوا جواتيكم. الله ما شفناه بالعقل عرفناه. تطلع لي بجوتيك فوق ليه؟ هذه عليها خصم 100. تعال 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 تعال. انت مخصوم عليك 150. طيب الله وجهك. شلون يحبونك شباب؟ افسخ افسخ جوتيك وطلع فوق. شباب يلا. والله بالقوة يلبس. شنو بالقوة؟ صعب يلبس صدق. مهند سام تعزني؟ ايه تقدرني؟ جدا. خليه يبعد عني. يا ابو زهرة تكفى. سام طال عمرك. انا اعزكم الاثنين. نطلع فوق صدق؟ يلا طلعوا والله. شباب فين نوقف يا حمد؟ جاي لا. شباب من اللي بيأدي التمارين الظهريه للشباب؟ اقول توكل على الله. ارجع يا وليد. توكل على الله. ارجع يا وليد. والله ما اقدر يا وليد. ارجع. مصاب انا مصاب والله. ما عليه ارجع فوق. تمارين الاطاله يا شباب. يلا يا مهند. يلا فوق. وانا اتمرن. انا عنك والله ما اقدر. يدي انا ما عليه. انا بسوي ريلك. ايوه ريلك فيها اصابه يا وليد. يسار. ريلك فيها اصابه. ايوه شوفها بوست تسال. يمين بوست تسال. الله يمين. يلا انا بس يسار. يلا يلا وليد. يمين. وليد مدربكم. يسار. يلا يمين يسار. يمين يسار. تحت. يمين تحت. تحت 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 فوق. تحت فوق. فوق فوق تحت تحت فوق. يمين يسار. سووا مع محمد. سووا مع محمد. يسار عاد تحت تحت فوق. لا تلعب تحت. اي فوق. يا سلام. نملة نملة شجرة. الله نملة شجرة. نملة شجرة شجرة نملة نملة. خلاص خلاص حمد. الريل ما صار لها تمارين إطالة صح. صح يلا بشر. واحد واحد على الأرض يا عيال. كنا عام واحد واحد. طيب شغلونا عاش والله عاش والله حق فات الشهري. اي والله شغلونا عاش والله وشوف كيف التمارين.
وخر الشغل عاشورة وابشر التمارين. من عاشورة هو؟ ها؟ من عاشورة حقت فهد الشهري. وشوف كيف التمارين. يلا عقب شوي بنشغلها. يلا يلا ذلحين ذلحين بسرعة عشان التمارين. انا قلبي قام يعورني على السيج قاعد يطلع اصوات. ذلحين ذلحين يمين. اي اي شغلها خلينا نشوف الشغل. يلا يمين. يلا شوف التمارين كيف تسخين. ايش عاد؟ يمين يسار يمين. فرط حركة مو طبيعي في الناس. يمين والله انه يسار يمين صحيح من الظهر. لا عاد الراقد وليد راقد. والله ماني نايم بس مصاب مصاب. ستوب. كم يطلعون؟ لا سعيد سعيد سمعني شيء بصوتك. يوم اهلكني قال سمعني شيء بصوتك. شفت؟ اي على ما على ما يشغلون لكم ذيك. ما نبي شيء ما نبي. انت ما تبي انا ابي. انا مقدم الفقره. انت ابي؟ انا امي. والله زين عرفت روحك. جاهزة يا شباب؟ اي انا ما قلت شيء. سلام سلام. الله نعم. شغلنا وسمعونا يا شباب. شمس الحياة هبان العالم جطل ورفرفت خفقت التاريخ من نجد العذية ورفرفت خفقت التاريخ من نجد العذية. وامتطت صهوة جواد الشكر والتقدير كله رؤية اللي رؤية تعدت حدود الجاذبية. والأمير اللي بعزمه واجه الكيد وحل صارت بلاد لها في كل فخرة لولوية وعلم العالم بالنطوق ثابت في محل ما تزعزع الهبايب والرياح الموسمية والرياح الموسمية. سلمان الحزم والعزم ومحمد ولي يا وطن 90 عام بظل ربي ثم ظل وكل عام نشوف للتمكين دفعة معنوية كل عام نشوف للتمكين دفعة معنوية. فقت التاريخ من نجد العدية وامتطت صهوة جواد الشكر والتقدير كله رؤية اللي رؤية تعدت حدود الجاذبية. أكيد. شو اسمك؟ اسمي محمد زيدي. مو صح صح. تشرب وانت شنو؟ أنا جالس. أيوة شاطر. محمد شلونك؟ صباح الخير. أنا قلدك هاي. لا والله. تعال. والله تعال قلدك أنا. على أنا. الله يعطيكم الصحة والعافية يا شباب مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. إيش فيكم كذي؟ يا مرحبا بس. مهند إيش في؟ لا عادي لا نلتقط الأنفاس. حلقنا. أنا كذي يعجبني المطبخ غير تيوني نفس قبل كل يوم راقدين ما يمشي. تمارين الصباح. تمارين. والله صح صح. شوف تمارين الظهرية. تمارين الظهرية. من الإمام ما حد يتمرن الظهر إلا أنت يا حمد.
حمد سعود صح؟ حمد سعود. ليش حمد سعود متميز؟ لأنه يتمرن في الظهر. لا لأنه مختلف عن غيره، لأنه يقوم مختلف عن غيره. صحيح. من يتمرن الظهر؟ حمد سعود. شاطر أنت. قواك الله يا عادل. الله يقويك. شو أخبارك؟ أخباري كل شيء كويس. سمعني شيء. بيتين شعر بسرعة. والله ما يحضرني ذا شيء والله. حضرة بسرعة. ضاعت الكلمات. حضرة لي. أنا بعطيك شيء مما أنا أحبه جدا، ما هو بلي بس إني أحبه. يقول أضرب على الكايد اللي صرت بأحلال. أن. وعند الولي وصل الرشا وانقطاعه. يا سلام. عيب على اللي يتقي عقب ما بان، وعيب طمال الراس عقب انتفاعه. تكبير. الله أكبر. يعطيكم العافية. الله يعافيك. حمد قول له لا يصايح طيب. يلا أنت صايح. صايح عليهم ترى لعبة مهند. صايح أعطها للقاء. الله شنو؟ يعني ما أخذ. وليد ساعدني في أبيات عندك شيء؟ يلا. ما أدري والله. سعاد. من سعاد؟ قصيدة عنده. قصيدة. أوكي. سلام. لا تشتل علي. يا رامي انسهام حبرك إنني. لا تستسلم شد حيلك بسرعه بس لا تضحك ابو حسن يا رامي انسهام حبرك انني اجر سيول حبري واضرب زد نقدك اللطيف حراره وضع سم الكلام فيما اشرب نار نقدك بنار انفعالتي نسيت الباقي يا ابو حسن افا هو يقول افا يا ابو حسن هو يقول لك هكذا ورجع عليه بصوت جميل زعزع هو تزعيزه انا اشوف ان هذا كلام يا شيخ للي بالخريطه تبابل بابل ايه يا شيخ ما عليك زود يا اللي بالخريطه تبابل ما عليك زود ما لومهم لا كثره والخطابه ما عليك زود خلاص السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا وقم الصلاه هيا نبدا صباحكم خير يا شباب وش طبخت الحين في المساء يا اخي قد حمسا انا غير انا ايش قلت لك قبل متميز شوي. متفرد و... الناس تمشي يمين حمد يسار ايه صح ايوه هيا نبدا شباب قبل لا نبتدي خلينا نشوف كاريزما 37 شو يقولون انا ما راح انسى وجهي تفضلت ابو علي ما بيجي اليوم اول مره ما يجي ابو علي شباب عندنا شنو اليوم خلينا نقول لكم مكونات الطبخه نشوف الجمهور يعرف الطبخه او لا صح ولا انا غلطان كوارع دجاج انا احس انها شو اسمه سوشي ما ادري ليش حتى انا لا لا سمك سوشي سكر الدريشه هاي اوكي عندنا هني شنو لحم ولا هاي دياي عندنا دياي دياي يود الدياي يودناه حلو وعندنا هني هاي شنو سمك لا انا اشوف سمك هذه شو تشوف هذا بصل بصل والله أنا. الله يبصل الله يعني تقطيع هاي فاصوليا هاي فاصوليا؟ ايه اول مره تسلم يا مخرج هاي انا اعرفه مخرج ما يحتاج هذا تفاح وبرتقال هذا اتوقع هذا بصل وحلبه الله يقطع ابليسك جماعه اكدوا لي هذا شنو؟ فاصوليا فاصوليا صح فاصوليا انا ما كنت شفتها الا مطبوخه والله فاصوليا والله ها صح؟ فاصوليا تعرفون ربعه والله اي نفس اللون هذا طماط وهذا بصل سبحان الله عجيب وعندنا هني معجون طماط نفس اللي لابسينه اوه حسبته معجون اسنان حلو تطنز شوف هاي بدايتها طاحت ما في طبخه في صفر لا خلاص ايه حاضرين معلش وهني عندنا زيت زيتون اصلي او ماي جاد معقول شباب زيت زيتون اصلي لصحه الشباب كنت تدري اصلي معقول وهني ماي زمزم ماي زمزم يا شباب صدق استغفر الله العظيم والباقي ماي مقري علي الله يطول عمرك الله يعطيكم العافيه خلينا نشوف نفس الطبخه هناك ولا غير علي تبقيه الله يرجب لي سك طماطو الو طماطو بصل شنو قول توميتو هذا توميتو لو مو توميتو اونيون 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 هذا شنو اي نو ذس ذس از فاصوليا ذس از فاصوليا سبحان الله نفس الطول وهذه لحم شنو؟ لا هاي مو دياري هاي بطل اللي انت قاعد تسوي لا لا والله البطل قول شو تسوي؟ ايوه شنو؟ يا شباب حركات الصوت طلعون الصوات الدياية شو تسوي؟ كشنه والديج نص دجاجة بقاك نقطع الدجاج كان ديدك البارح طيب انزين شباب طبختكم خلينا نشوف الهاشتاج وصلنا الله يرجب ليسكم يا بنتاج
اي عشان انا القسم ذي ما قسمتها بس هذيك الثنتين. طيب شباب ما في الهاشتاج قولوا لي شنو الطبخه اليوم. حمد وش اكلتنا في الطبخه ابو شوشي؟ اكلتكم سووا لي قدامكم اكله. والله والله من المكونات سووا اكله. روح روح واضح الكتاب من عنوانه. حمد بالله عطنا القداحه. يا حمد ترى عاد جاني هنا فقعت وجهه مطلق السديد ما هي بغريبه عليك يا زعيزي. هذا طبعا ادري عليك يا زعيزي. زعيزي احترم نفسك. ما احترم نفسي قبل عدل. احترم نفسك. لا لا احتزم بي. محترم نفسي قبل عدل. لا والله من يوم ما دخلت وانت قليل ادب. رنه رنه وانت قال ادبك. ترى الحشمه للرجال اللي واقفين. فك شرك يا رجال كتبت فيها. رنه رنه بعد بعد حمد اتوكل على الله. بعد اتوكل على الله ما شاء الله. واو شباب هدي عيال شفيكم عيال شباب هدي لك اللي عادي خلطك سانه لساني دعس خلاص ابشر انت وياه بلا والله بدري عليك يا زعيزي. لا لا مو بدري عليك والله ما قد جاء والله ما والله ما قد جاء في ذمتي ما قد ايش ما قد جاء اللي بيسوي تعد حدودك شوف هو جاء ولا لا. يا ليل انا بطلع حمد روح امسك. لا والله لا والله ما بكمل كذا يا حمد والله ما بكمل كذا ممكن امسك. لا لا انا بس بقول لهم شيء بس بقول لهم شيء. وقف هني شباب مع احترام شديد لكم اثنينكم في مقدم هني صح؟ يا رجال خلي يحترم خلي يحترم الرجال اللي قدامه اول بعدين يحترم المقدم. هو ما يحترم الرجال كيف بيحترم المقدم هو؟ حمد 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 بالله ولا هدي يا ابو حسن هدي ايه انا طالب اقسم بالله العظيم لو مو هالرجال قدامي اقسم بالله لو نعرف ايش اسوي فيك وليد يا رجال ما ادري على شاربك يا وليد تعال تعال انا ما عندي بث بث ما عندي والله ما افكر فيك تكفى يا وليد تكفى بالله يا بث ما افكر فيك اقسم بالله شباب انا ماني بكمل. لا والله قلت ادب لا والله ما احترمك. شوف ايش يقول هو ما احترمك. انا بكلمك هو ما يحترمك. انا اكلمك ايش انا بكلمك. طيب شوف كلامك كيف بكلمه انا يا اخي قليل ادب ذا. زين قاعد اكلمك ايش كلمه يا اخي تكلم هنا. انا ما اكمل ما اكمل ما تكلم فكا ما فكا تكمل فكا الله يرحم والديك تكفى والله ما عندي بث انا يا زعيزي يا انا ما عندي بث. وليد وليد ما تكمل الله معك يا ابن الحرام انا بمشي انا بمشي. لا والله ما تمشي والله بقطع ابو حسن لي حشمه ولا ما ابو حسن خلنا نطبخ وتوكل على الله. انتوا مو حاشمين خلاص نطبخ انت وكاله لا تطلع خلاص وليد لو سمحت خلي يحترم نفسه سكت لو سمحت خلاص وليد اخر مره اقولها كلمه بعد سامحوني والله بالغ المطبخ كامل والله لا امشي والله لا تهدد والله لا الغي الفقره كامله يا وليد لا تهددني وليد تبي تمشي اي بمشي يا رجال الله معاك ولا بدي صايح علي الله معاك يا رجال توكل الله تعال تعال ايش في ايش في راسك ايش في راسك ايش في راسك يا وليد تعال 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 ابغاك 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 كلمه راس انا كلمه فك يدي مصابه فك يدي انا كلمك انا كلمك يدي مصابه فك اطلع لي فاصل يا كنترول اطلع فاصل كنترول توكل على الله نزل يدك مقلب شباب اطلع فاصل كنترول ها 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 لا يطلع فاصل والله بالاثنين لا تنجدون والله بالاثنين لا لا والله والله لا توقف والله لا توقف والله لا توقف تعال انت وياه والله يا عليكم الله العظيم لا 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 يا بطري بطري حمد والله لا تراني والله مصاب اقسم بالله اني مصاب شوف والله العظيم تري انت عرفت انه مقلب والله العظيم اكلمك بكل جد لان محمد سعيد ضحك اي ضحك يا غبي عرفت انت يا وليد ما تعرف تشدها انت ما تعرف تشدها تضحك لا انت كذا هذه 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 بعدين تنفجر فجاه تدري ليش هذه لانك تضحك تسوي ذكر شباب تلفوني النار شوف قيسها شوي انت صدقته بالله لا تلفوني الثاني يا شباب طلعوه بس مشيت عليه موجودك كهو كذا يا حبيبي انظر شفت وصلني يقول خلاص. يقول سوي اي طبخه حلو سوي دم باميه اول شيء الكشنه تمام الدجاج تاخذ لها حمسه مع الكشنه اربد منها غيبي على كيفك ولا عاد تتيم ماني حبيب لك متى ما بغيتي يا غايبة يا غايبة ماني مثل ما تظن باليز اشتمنا نعمة
والله انا اصدق والله هذا هذا والله شفت محمد الزعيس يضحك مرتين ضحك هو اللي خربها والله انا مصدق والله انا مصدق يا ولد شوف. ولد بعت مقلب معي شباب شباب ترى انا انسان مقلبتي والله ايه كل معنى الكلمة خلاص بطلنا اليوم مشيتوها علي بس صدقوني والله العظيم يا انها بتيكم اثنينكم اضعاف مضاعفه متاكدين لا لا انا ما قلت انا ما قلت اتحدى ها هو اللي قال وليد انا اتحدى ترى شفت اللي لابسه شفت اللي كنت لابسه ها كذا هاشتاج كاريزما 37 خلينا نشوف شو يقول عنكم تكفى كان هذا قبل هذا خلنا نشوف خلنا نشوف وليد الزهراني انت تنكبني بمقالب انا اوريك انا شو اسوي فيك يا وليد وليد 2018 اخر مقالة انت كتبتها ليش على السريع لا تقول لي او ما او اخر مقالة انا اعشق كتابة المقالات 2018 اخر مقالة ليش لأن أول حاجة كنت أنا مرتبط في صحبة أنا ما هو ورقية مع الصحف صحف خلاص ما عاد صار أحد يتابعها تمام يعني برضو كنت متعصب شوية حتين زيادة كم سنة إيش في إيش تدور دور مايكي كوين مايكي شكله مع مبارة طاح إيه والله طاح يستاهل خصم صح يا جماعة طاح عشان المقلب ها وخاطب زين اسلم لان الناس قال سال بقول انا كنت اكتب مقالات وفيها تعصب شوي مهند مهند النظافه كم عليها نظافه عليها ايه عادل النظافه كم عليها شباب وين القفزات ما في ما في قفزات واذا في ما في وين واذا في لا دورت في 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 شباب شلون ما في لا ايش تزبلوا هنا يا عيال داسين كذا ايش الاستهبال ذا يا عيال في لو ان الواحد يدور ولا كان الحمد لله هم داسين الله يهديهم الله ما فيكم عقلوب والله التعمد اللي من عندك ما فيكم عقول انت ترى مو كذا فوز يا عيال لو انكم سالينا من البدايه كان اذا دخلتوها اعطوها احنا ناخذها بعدكم يا يلا عليكم ايش رايكم فيني دقيق ملاحظه لا شلون ندور لكم الزله فنان فنان ترى لا تدود زلتي وانت خبرني كبو للأسف لا زين شباب شيلوا القفزات اللي على الأرض هذا هذا أسلوب حضاري سالم أقول لك أنا كنت متعصب كرويا وأكتب المقالات بتعصب فكرهت الموضوع هذا أني أتعصب في الشيء هذا لأنه مرض زين تعصب في الكورة حاولت أني أبعد عنها بس ركبتك فيها إصابة كان فيها رباط صليبي وسويت العمليه ولا شنو رباط صليبي كوره ايه ايش شلون كان شلون صار جت كيف جت الاصابه اي نعم واحد مثل معي عيال كيف جت الاصابه بسم الله تعالى لا لا بدون صدق اكلت شوت رجلي دي اي لا حرام الرباط الصليبي رباط صليبي لا لا مو قدام والله بس إيه؟ الرجال ما عرف يشوت انا ما ابغى سويت عمليه رباط صليبي ويا ربعك كنت ويمين لا كنت في العب مع فريق حلو نادي فهمت وجتني اصابه اول خمس دقائق اي والله والان الحمد لله تعافيت الحمد لله سويت عمليه اثارها موجوده الى الان لان فيها غضاريف والغضاريف يا حجي يا حجي هو يتحمس يا اخوي الزيت اختفى حط البصل الزيت اختفت النار اصلا انزين ف اصابه دائما اذا جتك اصابه في الغضروف يصير فيها الم حتى بعد العمليه الى الان ما الى الان لكن الحمد لله وضعي طيب الله يعطيك الصحة اللهم آمين يا رب والعافية آمين يا رب والمال والبنون بطولة البلوت أي بطولة فيها؟ ما أعرف في كذا بطولة شاركت فيها حلو في واحدة فزت فيها؟ في واحدة وصلنا نص النهائي فيها ما شاء الله ويمكن أهم البطولة اللي شاركنا حق تركي آل الشيخ ما شاء الله إيه حلو هذه يا طويل العمر السلامة تسلفنا 2000 أنا وأخوي الكبير وانا يوم مطفرين وروحنا جينا الرياض هنا يوم واحد شاركنا في البطوله ورجعنا حتى السكن ما سكننا جالسين في الرصيف والله العظيم تحت الشمس ننتظر البطوله تبدا افا تبشر بالحق وما يلحق ما لها دخل ما لها دخل ما لها دخل فيها معوض خير ايه لا دخل اي صح تعوض وتسلم ها تعوض وتسلم او تعوض وتسلم انت الان سفير الوقف
اخواننا واخواتنا المتابعين والمتابعات يبون يعرفون، لان هذا همهم الاول، يبون يعرفون انت يا وليد شنو بتقدم لهم خلال الاسبوع في سفارتك. انا وسلطان العنزي ان شاء الله بحول الله وقوته الحين بنقدم شيء مختلف جدا، ونسعى من خلال الشيء المختلف هذا ان النسبه تزيد، وعندنا هدف بتقولناه لابو عبد الاله ان النسبه ان شاء الله نهدف انها تزيد 15%، واشتغلنا على الشيء هذا من اليوم. والشيء الاول والاخير ان شاء الله، ان شاء الله ان ربي يجعلها خالصه لوجه الكريم، هذا اهم شيء. انا عندي سؤال، اسال سؤالي لك انت وحق سلطان العنزي. ايه حبيبي سمت. انا خبري دائما حتى احنا في البرامج السابقه يقول والله هدفنا في اسبوعنا احنا ان احنا نتمم الوقف. لا لا شوف، نتمم الوقف صعب، المبلغ كبير ليش مره. صعب المبلغ كبير جدا، وعلى المقاييس اللي قبلنا صعب انك على طول. انا اقول من وجهه نظري انا يا حمد، ما في شيء صعب، هذا شيء صح ولا انا غلطان؟ صح، ما في شيء صعب لكن. عرفت، فبالعكس لما انا اعطيه همه واقول ان شاء الله يكمل، الناس اللي وراي تكون همتهم اكبر من همتي. اكيد اكيد حول الله، عشان كذا احنا رفعنا النسبه اللي نبغاها 15%. النسبه وصلت 30% وحنا نبغى 45%. الحين يا بطيخ بطيخ خوينا، انا عرفت الدلع اللي لها، لكن اللي تبغى طلعي برا بطيخ برا برا بطيخه لا ما في والله لا واسطات ولا غيره، برا اوت. هاي ابو حسن برا الحمقاء برا برا يا اخوي، تحط على ايه لا 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 شباب، اما طلعت خصم على كل واحد 100 نقطه. خلنا مالك النار مره قويه يا شيخ. طيب حركات انها تنخش يا زعم من طقم ويا الارض. تكفى طيعني المره دي. تم ايه. طب الدجاجه ترى ما اعرف اغسلها. ها والله ما اعرف. ما طلعي برا برا زي ما هي جلده. يعني انك ذكيه حظي تقطعها ولا تعالج. لازم ترخي النار. لا 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 لا، المطبخ هني، هني المطبخ، هني المطبخ. يلا باي، مع السلامة. يلا معاك. مو حقك اقول لك محمد الزعيزعي. سمت الحجم كويس. الناس تسأل ليش ما تكتب انك ملحن وتستقبل طلبات التلحين، بما انك صوتك فخم ما شاء الله تبارك الله، وعندك موسوعة نغمية كبيرة. أنا والله ألحن لنفسي. زين ليش ما تكتب إنك تلحن؟ لا تستقبل طلبات. أحيانا يعني صديق مقرب لي أعطيه ألحان، أساعده في الألحان، لكن إني أكتب ملحن وكذا وكذا. أنا أيضا شاعر، ما أكتب إني شاعر. شاعر ما شاء الله. ولا أكتب إني شاعر. أبوك ها؟ تعرفه؟ من هو؟ أبوك جعله في الجنة. هي عسى ربي يحفظه. الله يرحمه. الله يغفر له ويرحمه ويسامحه ويبارك. والدتك موجودة عسى ربي يحفظها. عن كل نهرث يا أبو سعود وعفاك. مالك سعود ها؟ أقول عن كل نهرث وعفاك يا أبو سعود. راشد إنك حطيت الطماط كله. ما فاهم وش أنت تقول. إيه؟ مخرج بنتفها لك، بنسفها نساف. الستارة من منزلها على الأرض يا شباب، شيلوها. زين شنو اكثر وصيه كان يوصيك فيها الوالد رحمه الله عليه؟ انتبه لاخوانك والصلاه. انتبه لاخوانك والصلاه رحمه الله عليه، وعسى ربي يغفر له ويرحمه. اللهم امين. سمعني شيء، يا دكتور لا تشرح على من فقد غليه. بليت ولا بليت؟ تبي الكلمات؟ تبي الكلمات؟ اي يا دكتور. يا له طلعت الكشنه نصها برا. يا ما عندك يعني هناك باب؟ لا بس عشان الذيب قاعد يطالع. أما لو بيوم قالوا كل غائب ياتي، وأدري ما قفت بها الأيام ما تأتي به، وانحنى ظهر الطموح وشيء
طيبه هجواتي في الطريق اللي من الهجران يا قنب ذيبه فالطريق اللي من الهجران يا قنب ذيبه رملوا بي يوم قالوا كل غايب ياتي واثري ما قفت بها الايام ما تتيبه من زهم فال سعد بشره بس سعد 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 والله كفو يا محله حلو ذا العيد يشوش على طول يحتفل شذي خلي خل اخر شيء يعود انت بتشيلها الحين يلا بغيت تحرقنا انا ولا هو انا ما حصلت كلمات ترى يا دكتور زياده في حياتها لا تشرح على من فقد غاليه لو انها هجر الصوت بالقسم وينبه هذه يا بقايا لا لمل داخلي تدعيه يا لا 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 شباب لا تنسون تخسون دياي ابشر الحين وش قاعد ورانا هذه نحطها كذا عادل بن هيف سم نحط دي كلها ولا نقصها كلها بس مش دلوقتي عادل بن هيف يا عادل بن هيف يا عادل بن هيف صب منك يا صبك لين تعدى عادل يا الله مهند الله يهديه طفي النار وشغلها مهند عادل سم عادليات بديت فيها ولا لا والله شغالين فيها يا ابو حسن يا ابو سعود يعني بديت او لا ايه بدينا نقول ان شاء الله تتممها قبل لا تطلع من البرنامج والله في ترتيب مع ابو عبد الله وابو عبد الله ما يقصر باذن الله متى تاخذني ضيف يا ابو شعارك في الحياه يا عادل شعارك شعاري في الحياه ايه لا تيأس لأن إذا دخل اليأس قلبك خلاص توقفت حياتك حلو اليأس هو سوسة السعادة يا صديقي أقرب قصيدة لعادل بن هيف قصيدة بس ما أقدر أقولها قول لا ما أقدر أنا طالبك مرة بيت طلبتك في الشحن بس والله ما أقدر أقول بيت مرة والله ما أقدر شطر والله ما أقدر أنت تامر عيوني تفداها زين القصيدة اللي مو أقرب لقلبك اللي تحتها بمرحلة بسم الله شوف قصائد الشاعر ترى قصائد الشاعر ممكن تفرق عند قصيدة لكن قصائد الشاعر كلها قريبة لقلبك هذا الجواب الدبلوماسي لكل شاعر كلها مثلا قريبة من قلبه قريبة من قلبه ايه؟ لكن كلها يحبها يعني يمكن قصيدة تفرق اسلم لكن في قصائد يعني تكتبها ممكن عندك قصيدة كتبها قبل 3 سنوات وتكتب قصيدة أمس فتكون اللي أمس أقرب من أي قصيدة بالنسبة لي الآن في الوقت الحاضر ما عاد القصيدة اللي أنا قلت لك ما أقدر أقولها اللي هي قصيدة أمي قصيدة أمي سمعني بسمعك أول بيتين فيها اسلم يمه لي أضاق صدري لا تخليني يمه لي أضاق صدري لا تخليني أنا بدونك على الدنيا ولا حاجة الهم من كثرة التفكير مشقيني والرجل من ضيقة الأنفاس دواجة هذه الآخر قصيدة صح لساني الله وأنا أحبك حجية برا 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 ايه عاوت كحلان نطبق عليه نطبق عليه شباب طلعوا بطيخة من هنا ابشر سموها بطيخة معانا حجية بطيخة وينها؟ لا تراها مرة هادي تسكن تنام معانا تصحى تنام كله اسمع تنام في سرير من كل الصبح والله تنام في سرير نجاشي الله يرجب بيسا طوعنا عادل اول شيء يوسف حبيبي المقطع جاهز يا ولد عيلة يفتح تحت يوسف شباب ترى البيس مو شغال عندي شوف هذا ملح ولا شغال وانا ما ادري حرك ذا يا الله يعطيك العافية طيب لازم تطفي النار انت ما تسمع الا طرشت لك يا عمري اي حط الدجاجة يا ولدي اي حركات انه ما اعلم لا اعرف لا ارى ما يمشي يوسفو اي اي لا 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 مو مهند ايه
مهند سام خلهم ياخر شيء والله مشغول. متى تكون راضي عن نفسك مهند؟ انت جزار ما قاعد قص خضره. الله يرجع بليسك. كذي كذي بسهوله. هاي كبار مره انا ما اكلها. في صغار وفي كبار، انا اسوي لكل الاطراف في طبخه واحده. حبيبي انا اللي اقيم، ابيها صغار كلها. الله يرحمك والله شدي. حرقت الطبخه والله انحرقت. كذي ابشر ابشر كذي تكسر خاطري وما اكلها. لا والله ابشر ابشر شباب ما في شيء داخل. ها مره فاصوليا ذابله. ها ما هذا شكلها. ها فاصوليا فرش اليوم جايبينها من مزرعتنا الى مائدتكم. مزرعتك الشخصيه؟ مزرعه كرزمة. ذوق يا شيخ. شباب اليوم مهند الفيصل بيخسر الطبخه بسبه ايش؟ بسبه ايش؟ ها يا وليد خلاص خلاص تكفى والله اني عارف. قول بسبه ايش؟ خلاص خلاص والله العظيم. الله ييسر لك امورك. تكفى يا حمد والله. لا ما يمشي. لا لا, لا 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 خلاص هو بس بيش تنرفز مهند لما سالت السؤال هذا. والله توي مغسل يدك. توي مغسل يدك والله. والله, والله توي مغسل يدك مغسل عمك ما يمشي حبيبي. ابشر يا حمد ابشر. انت دحين قطع لك فصولي صغار على جوك. المهم ما اعرف الحمد لله خلق الله الله والله من الشكالة فيه ذا. اعطيكم بالله ونعم الموت الحمر بالله ونعم هذا طلميس. والله ما تاخذين شيء والله تستوبين من اليوم لباكر ما في شيء. الناس قاعد تطبخ وانت جايه هني ما يقال له علي هو لا طلميس وله طويل الجبل طلميس اللي كان من الطرق اي بس او رفيق العم يعني ولد هادي عمي حق اللي هني يقول يجسس الصوت يا رجال لخبر خبرك طيب ما لا بيوم قال وكل غايب يا تي في طلب من جمهورك بسعود لبي عيوني لبيت حاج اقول من هذا المنطلق ان شاء الله بيكون في عمل قادم بحول الله وقوته. ايش؟ اقول من هذا المنطلق ومن خلال فقره المطبخ لانها فقره انا خلاص صار في تصالح بيننا وبين فقره المطبخ. الله ايه ان شاء الله بيكون في عمل قادم. اليوم ما ظنيت بيكون في تصالح في تطالح في, في, في عمل قادم لكنه يطبخ على نار هاديه بيني وبينه. نعم ما شاء الله ما شاء الله دام قال يطبخ على نار هاديه يعني ما في عمل الا والله. الله يسلمكم يا رب. هذا هذا معنى انه بيجي عمل ايه. فاخر 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 باذن الواحد الاحد. ودي اذكر جمهورنا الكريم ما ادري تغريده متى تنزل يا شباب ولا نكون باقي قطعوه ايه اجل اجل اعطي اللي فيها السؤال فقره مثال محمد فيه حمد تنشد محمد عطنا عطنا اطربني يا ابو حسن خمس دقائق ما نزلت التغريده يتم السحب من الهاشتاج على اسم المتسابق فقط حط لي اسم المتسابق في هاشتاج كاريزما 37 وانتهى النقاش عشان ما نعطل أمة محمد اللي موجودة. ترى الحين اصبر عليهم يا حمد. ها؟ الحين الناس في الجامعات وكذا. لا 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 أنا ما أتكلم عن. إيه. بالعكس. وليدو. سم. حبيبي. سم. حمد نبي نسمع من وليد الزهراني. إيش تسمع؟ يوم كنتي مغربة. كنتي تجين. والله أنا صوتي ما هو بزين يا حمد صدق. حبيبي تردهم؟ عطهم صدى. تردهم؟ ما ردهم. يلا. بس يعطيني صدى. ما يحتاج بدون ما تقول. يعطيك صدى ويعدل لك الصوت بعد. إيقاع يا شباب. إيقاع طاولتي. إيش هذا؟ يوم كنتي مغرمة. يوم كنتي مغرمة كنتي تجين. يوم حبيتك تغبرتي علي تدعين الحب اللي تدعين كاذبة هي اللي. الله يحرمك من هالموهبة. يوم كنتي مغرمة كنتي تجين. يوم حبيتش تكبرتي علي. يوم حبيتش تدعين الحب يا اللي. يقول الله يحرمك من الموهبة. أه؟ نظف قلبك يا حمد نظف قلبك. اسمع صلح لي أشثلت مرة. يلا مهند هلا غني اللي غنيت علي فوق. لا 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 كويس برا بعلم ما فهمتني. تعال 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 برا 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 يلا يلا برا برا حلوة حمقى لا لا خلنا خلنا برا 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 هذه تستاهل كل شر. ها هذه القطوة سيئة الله يسامحها دائما تخشرنا وتأذينا. يلا يا مهند أم لو يوم قال وكل غايب. اسمع ايش رايك تجيبها من ورا
ابو حمام السر. لا ما حمام السر. تكفى يا مهند. لا قال لك تكفى الرجال، لا ترد الرجال. شغل صدى. يصغل يصغل بيشغل لك ام الصدى بس روح. ليه ما شغل لي انا الصدى؟ شغل لك بس ما شغل لي. لا ما شغل لي بس للاسف تحسن. يلا يلا شباب يلا بسم الله بسم الله. سلم يا حرام السر. لا خطا. ها ايه يا سر بالحمام تجتوي بين الغمام. عبد المجيد يسمعها قاعد ينتخب. عني حبيب من عيوني ما تنام. ايه يا سر بالحمام خربت خلاص. والله يا ابو زعزع كنت اضبطك لكن حمد خرب. لازم هاي الموهبتين هني لازم ما يتطورون ابدا. وين تفكر انك تطورها؟ يا ترى اهله نسوه هم يبونه او جفوه ولا راحوا عن غريب غاب عنهم ثم بكوه. يا حمام السر بليت تحسب اني ما سليت تحسب اني عن غريب جيت وليتك له مجيد. ابو حسن الحين انا وانا يا حمام السر بليت ادفنوا هالموهبه بالله. تعال مهند انت حمد. معاون العمده بالاستشوار بالمسدس اللي كنت ماخذه انا وانا اغني. مهند يمكن نفس الشيء. احنا ما حد يغني عندك احساس احساس. احنا ايش الله نحس اصواتنا حلوه صح ونزي حتى لو هذا قال مهند الله يعطيك العافيه. فقط هي الطبخه شنو؟ سالفه طبخه بازلاء. بازلاء بازلاء بالبقدونس والثم والثوم. حلو حبيبي انت مساعد العمده. نعم وابشروا بعماده. امجاد الحربي تقول بما ان مهند معاون العمده شوف شنو بتسوون؟ شوف والله اني ما قدرت انام تمام يا حمد عيار جنبازي كمل. ما قدرت انام يا ابو حسن. يا ابو حسن ما قدرت انام يا ابو حسن. ليه ادرع جنبي؟ ابغى اطور القناه الين شفت. لا 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 اسمعني ابي اطور القناه غلط. ابي اطور لوكيشنات يا ابن الحلال. لا لا يا حمد يا شيخ التدقيق ذا لازم. طيب ما ابي اطور اللوكيشنات. ها انت صايح كل شيء انت عارفه. خل تفضل سلم. فكرت بالتطوير لقيت ان كل شيء ما شاء الله توب. ففا ايش وصلت له يا ابو حسن يا انت وليد؟ ان نهدم مبنى هالشباب. صحيح باذن الله العماده هذه راح تكون مختلفه جدا. بخ بخ راح تكون. لا لا والله والله العظيم مختلفه جدا من كل النواحي. طيب عطني عطني الناس تبي تعرف ايش بتسوي بعد العشاء ان شاء الله الساعه 9. الساعه 9 بعد اداء الساعه 9 فقط. الساعه 7:30 ان شاء الله. شلون معاون العمده ما يعرف الفقرات متى؟ وين السكريبت؟ انا بسوي شيء ابى اخلي العمده يطلعكم في الروم يطردني. زين انا عندي سؤال. سم فانك معاون العمده هل فكرتوا انكم تعدلون وقت صلاتكم؟ نعدل وقت الصلاه؟ اي نعم صلين بدري والحمد لله اليوم. لا انا اسال هل فكرتوا انكم تعدلون وقت صلاتكم؟ يعني نصلي الظهر متى؟ الساعه 11 في وقتها. ايوه في وقتها نصلي باذن الله. حلو شنو بعد غير الناس تسال؟ شوفوا ايش يسالون وابشر على خشمي. زين مهند الفيصل سم لا تطالع. لا لا نركب نقاف اصلا ما اقدر نشوف أحلى شيء. طيب يلا علم. إيه. يا حمام السبيتي أوكل في حاجة صرف دي بس أنا هذي عطى القطوة. هاي عطى القطوة برقطة. أوف عطينا إيدان فاصوليا. زين حبيبي رسالة اعتذار المين تقدمها لمن؟ أنا سألت لو قلت لك قدم رسالة اعتذار تقدمها لمن؟ أقدمها أبو حسن قد أخطأت عليكم يا شباب. في أحد أخطأ علي؟ لا خارج أسوار المنتجع. خارج أسوار المنتجع قلت لك قدم لي رسالة اعتذار لشخص خارج أسوار المنتجع. والله خارج أسوار كاريزما بالكامل. هل تتوقع أنها توصل له؟ بتوصل بإذن الواحد أحد. وهل تتوقع أن الإعلام ما يوصل شيء لها؟ طيب في والله في شخص بسنة. بيني وبينه حساسية ممكن أن أعتذر لها الآن. بسنة. ها كاميرتك وجه له. صدق اقول اسمه اسلم. تبي باسم بدون اللي رايحه رساله اعتذار ابيك توجهها الان لمن؟ اوجه لعبد الرحمن الصيفي نعم اكرم صديقي. اوجه له رساله شكر
واعتذار اني مقصر معه. عبد الرحمن الصيفي من؟ عبد الرحمن الصيفي هذا لقب، عبد الرحمن عبد الله الصيفي. نعم اكرم. من صديق اخ عزيز؟ ايوه ايوه، هذا نشتغل انا وياه من 4 سنين ما شاء الله تبارك الله مع بعض، هو اصغر مني بسنه تقريبا، نشتغل انا وياه مع بعض من 4 سنين. ف انا مقصر معاه الفتره الاخيره وانا اعتذر منه، وان شاء الله باذن الله توصل. براء اخوي لو شافها اقص المقطع وارسلها لعبد الرحمن. خاطب الجمهور يا شباب، كم الخصم؟ عيني بعينك. انزين سمع، يبون منك شيء بإلقائك الجميل. طيب ابشر على خشمي، بس عطني استذكر الان 5 دقائق حمد. اخر مره قلت لي 5 دقائق وسحبت. لا والله خمس، انا مع وعد. كل اسف فيك، انا تدخل الفقره بك محضر. والله اني محضر لكن ما ابغى اقول شيء قد قلته. يلا تمام منتظر. ايوه 5 دقائق بالضبط. الله يطول عمرك. وليد عندك شيء؟ سلامتك ورضاك. انت راضي اهم شيء؟ انا انت راضي ومستانس حبيبي. اذا انت راضي ومستانس احنا مستانس. يا وليد كثر فصولي. لا ركبتها فقره مرحبا لي. المويه طبخت حبيبي. تكفو باقي والله المويه طبخت. يلا ان شاء الله. كانت حمراء صارت خضراء. يلا سم حبيبي. فقره مرحبا لي. تعني حبيبي فقره مرحبا لي. ايه تتوقع فوزك فيها؟ وهل تتمنى فوزك فيها؟ والله ما اتمنى الذهبيه اطلاقا. الذهبية والله لو تجيني بفلوس ما أخذها، ببلاش ما أخذها. ليه؟ لأن ما أعرف. إني عارف إن هذه مصيبة. أنا أتمنى تجي حق واحد من الأربعة اللي معي اليوم. خذت جوالي أمس من أيمن. إيه. وكلمت قرب الدعم قلت لا تحركون في ذا الحاجة شيء، تراني ما أبيها، ولو جاتني تراني بزعل عليها. أقول لكم شيء؟ يلا يا رب إن تيم محمد يزعز. الله يا رب إنها ما تجيني ولا واحد من المراكز. يعني تخيل بالله تجيني يا أخي. شوف شخبوط يا أخي حطوه في موقف والله العظيم لا يحسد عليه. شو صار في شخبوط؟ أنت جاء أنا. شخبوط جاءوا ميدالية ذهبية. شخبوط ترى ما جاء منه غلط. ما منه غلط. خلي يقول عشان أنا أوضح له. موقف. كمشاهد. محرج يعني موقف. شخبوط عطته الميدالية الذهبية إيش صار؟ شخبوط قدر الناس اللي وراه. حلو. وقدر جمهوره اللي وقف معه. هذا الشيء بالعكس. هذا الشيء بالعكس واجب عليه ويشكر عليه شخبوط. يعني انا لو اني من جمهور شخبوط وشخبوط ما يستخدم الميداليه انا اول واحد أعتب. اول واحد بصد في وجه شخبوط. صح. وفوق البيعه يعني شخبوط ما يعرف من اللي بيدخل براه. صح. وبخيت ضيف عندنا. شوف هو مكانه السعوديه لكنه تعرف اخوه هو الوحيد المشارك الوحيد اللي من الامارات. حبيبي بخيت ضيف على عيني وراسي وانعم عليه انعم به وفي اهل الامارات كلهم على عيني وراسي. بس مثل ما ينقال لو احنا ناخذ المنافسه من هذا الجانب انه ضيف او غيره. صح هو اصلا انا قعدت مع بخيت قال بالعكس يا حمد هاي المنافسه وهاي اللي ماشيين فيه. هذا الصح. هذا بالنسبه له. بس كيف تقنع شخبوط انسان المراجل وعلوم القبائل وهذه متشربه؟ صح انا قعدت مع شخبوط متشربها الان ما يقدر يتنازل عنها. صح اتفق وياك. وكفى وفى زياده يعني ولا ايش؟ هاي الفقره هاي خلاص وعلي الكرثمي يشكر عليها صراحه. دفها. يشكر عليها علي، يشكر عليها جدا. لكن يشكر عليها لكن شخبوط معذور. الحين المركز الثالث ايه ما عطوا حقه. هجل 300 نقطه. خلاص انا شفت وليد بهار. تدري ان بعض الاحيان فرق خطوه واحده دخلك البرايم. ادري بس هذه برايم ما هو النار يا حمد. يزودون الثالثه والله بعضكم هنا يحسسني ان برايم جهنم وبئس المصير. نظر تحترم لكم جميعا. انتم قطعتوه كله يا عوال؟ اي كله يا رجال كله. مو لازم تقطع كله يا شباب. شباب لان وليد كثر المويه كله. تكفون لان وليد كثر المويه عندنا. اذا مويتكم قليله لا غطيت الجهاز. سمعني حكمه شمس والاخر. يقول محمود عبد المعطي كل عاشق في هذه الحياة قال آه بنفس الوقت انهارت الأرض. الله عطنا والله قوية. والله قوية. خلها دخل يا أبو حسن. رفع صوتك عطنا شيء. الكتاب والغام قابلك سعدك شو مسوي فيك الهام يا شايلة وحدك خلي الكدر والغام ويقابلك سعدك يا صاحبي وش بك علي
يا صاحبي وش بك علي تخطي وانا اتجاهل خطاك وش ايه وش جاء وش غيرك ايه بيض الله وجهك حضرت يا صاحبي وش بك علي تخطي وانا اتجاهل تحمل خطاك الأولى حديتها والثانية مشيتها وش غيرك يا صاحبي وش جاك مني وش بلاك زله ورا زله بلا سبح علي ركيتها سلامتك صح الصوت شباب شباب نزلت التغريدة يعطيهم العافية الشباب اللي ماسكين حساب تويتر شكرا لهم متمثلة بأحمد الغامدي نمسي عليه بالخير نزل السؤال يقول سؤال مذاق اللي يطلع له طبعا من السحب بعدين الاسم سواء كانوا موجودين هنا أو من الشباب اللي يرتاحون لخمسين خطوة شروط أجاوب على السؤال وتحط اسم المتسابق تجاوب عليه في هاشتاج كاريزما 37 شباب جماعة الخير اللي جاوب في هاشتاج كاريزما 37 فقط ما باقي شيء كل بوا تقريبا ربع ساعة وأسحب السؤال يقول من أين تستخرج الزبدة فول السوداني أو الحليب أو البيض المخفوق يا حمد في أسماء طلعت هنا ثمانية شلها أبو حسن عطني الجواب لحظة لا ما يقصد الزبدة اللي تنأكل يقصد الزبدة اللي يعني مختصر الكلام انا رجاله صح يا مهند انا اشهد ان اي والله يا وليد الله اسلم من وين الزبده من راس ابو حسن حلو اذا هو العلم الغانم كله سريع فول السوداني ولا الحليب ولا البيض المخفوق البيض المخفوق تبي تعرف ما ادري البيض المخفوق اساله البيض المخفوق لا شو اسمه البيض المخفوق سبحان الله شوف من عبب ثلاث صحيح الزبده من وين انا حوبتي تبطي وما تخطي علمني اعطني الاجابه خيرا ايش معنى حوبه تعرفها بعدين اعطني خيارات فول السوداني إيه؟ او الحليب او البيض المخفوق حلو من وين الزبده طيب من وين تستخرج فول السوداني من الحليب والله شنو فول السوداني الحليب الفول السوداني تقول ولا الزبده حبيبي الزبده من وين تطلع من الحليب او الفول السوداني او البيض المخفوق من البقره ما ابغى لعتني من البقره هم موجود كفو عليك كفو اهنيك كفو يا محمد الزبده من وين تخرج من الفول السوداني ولا الحليب ولا البيض المخفوق من الحليب يمكن وانت يا حجي تعال بلا الزبده ايه فول السوداني ولا الحليب ولا المخفوق ايه والحليب من وين واضح طيب الحليب يستخرج منه لقط الجبن القشطه كل هذا تستخرج من وين الزبده كلها من يعني من الحليب طيب من يجيب الحليب الحليب انا اقول لك من الحليب مين الحليب يكمل الغنم يا حظي ليش البقر حتى البقر في زبده بقر وفي زبده غنم طيب الحليب هي طلعوا دول تنزل دا شو اسمه زبده انا ما تناقش ما تناقش معك تنزل حليب يا مهند طيب والحليب وش تسوي منه تسوي فيه اللي تبي قشطه لا اطلع فاصل يا مخرج اطلع فاصل طيب بس انا من الحليب ولا لا لا ليه كذا اللي بيطلع برايم اثنين لا 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 شباب هالاسبوع تطلعون ثلاثه ترى يودعون لا والله تخيلوا كم هم ان شاء الله تخيلوا ثلاثه اللي قدام كم بالله اثنين لا لا ايوه فهمها فهمها والله ما يبقى في البث الا بطيخ لا طلع ثلاثه اليوم انا اشهد والله الحين ابي اقرا تغريدات صار كل الحليب عادل من هيك انا متامل يدر جنبي زين. جدا جود كاتبه محزم طويق حابه مطبخ اليوم حماس وكل واحد منهم عنده شيء عادل وكلماته الرائعه وصوت محمد الزعيزعي تبارك الله وابداع والقاء مهند وروح وليد الجميلة يلي تنشر الطاقة أهنيكم لك العافية وجود نبي نسمع قصيدة عن الوطن من عادل مهيف بقرأ لكم تغريدات عليكم واحد واحد بس خلنا نشوف عادل سلم أعطيك متين قلنا أمس يقول الحكم عند الملك سلمان سلمان طبعا فيها على فكرة بما أنه قال الوطن إن شاء الله فيه قصيدة إن شاء الله راح تكون في اليوم الوطني بحول الله بإذن واحد لحد سلم يقول الحكم عند الملك سلمان سلمان الحكم عند الملك سلمان الحكم عند الملك وروس المعادين من صاعة
ويمنى محمد عمل خوان تعدل الوضع في ساعة. ساعة صح لسانك. صح عبدالك. استاهلوا المعازي. لا 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 تكفى. والله اني بهرب. هذا ترى حار والله. عادي من هيك. توقعت انك ترجع؟ البرايم الاخير؟ شوف البرايم الاخير قصتها قصه. توقعت؟ بالتصويت؟ الاسماء اللي كانت معي قويه. حلو، توقعت انك ترجع يا عدم؟ وانا اسمي قوي، ما كنت مستبعد اني ارجع. حلو. عدم انهيب، شنو السبب اللي خلاك تدخلها البرايم؟ انا بقول مهند، مهند. الصوت يا قلبي شوي، اسلم. السبب واضح وصريح وحتى ابي اعرف ايش؟ لأن أنت في البداية طلعت في كل شروع قلت أنا استغرب واستنكر نعم وأجب نعم وكنت مستكن جدا وكلموني الشباب تواصلوا معي بعد حلقة الرادار وعرفت أنا ليش صراحة اللي هو شال اللي وراك يبون يعرفون. أنت شفت الباب هذا اللي ورد لي شهادي إيه؟ إحنا أحيانا الباب اللي دخلك فقرة مش الباب اللي دخلك فقرة مذاق. أيوة إيه؟ أحيانا الحجر يكون طافي ممتاز. حلو. إيه فما يكون في واحد برا أنا أدخل هنا أقول فلان فلان. هذا يعتبر حرم الكنترول. أيوة. حرم الكنترول كم خصمك؟ إيه من باب 400 من باب حسن نية عرفت كيف أنا ما أدخل عند المتاج داخل. إيه. عند الباب بس. ممتاز. يعني تخيلوا في كل يوم يدخل مرتين 400 في 2. والمشكلة. بعدين الاثنين الرقم اللي يظهر ضربوه في 6. وأنا ما أخفيك شوف وأنا ما أخفيك هم عندنا لائحة داخل. إيه؟ الاخترم حرم الكنترول 400 ممتاز معروف. لكن احيانا يعني لو يحطون لوحه جمجمه هذه شفت الجمجمه عصاتين كذا عند الباب عشان ما حد يدخل. إيه؟ لكن وشو بيحطون لك اي بس وشو ندخل احنا صراحه هم يستقبلونا باستقبال طيب ولا يقولون ارجع ولا كذا احنا احسب الوضع عادي. لكن صراحه من عقب ما قالوا لي ذاك اليوم ابدا ما صرت ما وطوط مره. ليش؟ لاني والله قدر الناس اللي وراك تدعم. إيه؟ اخ يا عادل اتعبت من بعدك. حمد يقول عادل لا تشيل هم جمهور الجزائر معاك وتد حالك يا غالي. الله يسعدهم وان شاء الله انا رجال احب السفر باذن الله نزورهم في الجزائر باذن الواحد الاحد. خذني وياك باذن الله. عيار جمبازي عادل بن هيف الشخصيه التي جمعت بين طيب التعامل مع الجميع والروح العفويه الممتعه في الشاشه. نجم مبدع وجوده له ثقله وعمود من اعمده البرنامج. شخصيه اجمع الكل على محبتها. نتمنى لك مزيد من النجاحات عادل بن هيف. الله يسعدها ويسعدها ان شاء الله يكون الفوز العادل والزعيز يا رب توفيق لهم. يعني عادل بن هيف اخر تغريده لك تقول ابدعت وتميز حضورك مميز اثبت تواجدك المميز القوي واصل محزم طويق معك فرحنا بالمركز الاول وبعد عن الخصومات. بالتوفيق يا عادل. هم الاول عندي باذن واحد لحد. محمد نشوف لك تغريدات الجمهور شو يقولون لك شنو طلباتهم لان لهم حق. دقة قرنفل كيف حسن معك؟ وينه؟ كيف القرنفل معك؟ قرنفل محمد المسمار مسمار حط ثلاثة أربعة شم ريحته شم ركز يلا زين الله يرجب ريحته زينة؟ زين محمد خلّ محمد الزعيز يسمعنا خوشها شويتين وقفل عليها لين يدرس. من المفترض ما تمشي إلا معك حراس حسب رأيي الشخصي وتقديري الذاتي علي الحرام إنك قمر لبسوه الباس تفكر له العالم متى عاده بياتي تزين بك الفضة ويشيء لا ماني بمكملها كمل تكفى تزين بك الفضة ويكشف بك الالماس يمكنني ما جبت نبول استغفر الله نعمة الله نعم الله يرجل أحد يقعد على فاصوليا أنت الرجال هذا ترى أحب صوته ويهيضني والله العظيم إذا سمعت صوته مدري شي يجيني يا رجل بيسك سريع سريع اللي فيديو كبس الفاصوليا ايش؟ كبس الفاصوليا يلا سألها عبالة توست يلا زين الحليب لمحمد ما يخلق ما يخلق ايه لا تكفل شون طال انت؟ ايوه محمد الزعيزعي شهادة تقول اسم سيظل عالق في ذاكرة كل من تابع برنامج كاريزما حظيت بقبول ومحبة من الجميع أينما تواجد محمد تواجدت معه نشر السعادة حضورك المميز جدا
صدقا انت شعله البرنامج وعموده الرئيسي، نتمنى لك التوفيق يا نجم. اللهم لك الحمد، الله يسعده. تكفى قول للزعيزعي لا يغيب عن البث والصلاه ويكثر رياليتي. بشرى من فلسطين. تم شريب السعد، وصل فلسطيني وحسن. انا اشهد انه يقولون كنت تصلي لما كنت عمده بس صدق صف الاول. اشاعه والله اني اصلي عشان غبت امس بس. لا يسالون بس هم كنترول. ما هو صحيح الصلاه ربي ما هي بالمعلم. معلم معلم بضرب الصح يا اصلا رجع عنده ضرب الصح. لا لا ممكن اغكلك. احلى يا حبيبي يا حتو. هذا المقطع الثاني. ايوه اجي على الكنترول والاعداد. شغلوا لك شنو؟ انت شغل يا حرام حمود الديلما. ما شغلنا ذا والله. ذا يحمس ذا ولدي حسن. انا ام اكرم عسى ربي يحفظه ويبارك فيه ينبت النبات الحسن. اللهم امين. حي الله يحييك ما شاء الله. شعلة البرنامج محمد الزعيس عي تبارك الله ومشعل اليوم بدأ فيه ولك صور في الباقين. يا لب قلوبهم ما شاء الله على صوته. متى عمل الزعيس عي ونايف الأكلبي؟ ننتظره من متى؟ أسبوع ذا ينزل هالأسبوع إن شاء الله بإذن الواحد لحد. بإذن الواحد لحد. قل جمهور نايف الأكلبي معك يا محمد الزعيس عي. لب قلوبهم والله. محمد الزعيس عي أمك تقول أمي تقول عنك وربي لو أتكلم عن موجودين في فقرة مذاق اليوم من هنا لبكرة ما أوفيهم حقهم جدا جدا. مبدعين لكم يا شباب. الله يسلم. الله يعطيكم الصحة والعافية. قبل أروح حق حبيبنا بتوفيق يا قلبي أبي أسمع شيء بصوتك قبل أروح حق مهند. يا هال البيت الحجر سكروا بابا سكروا ببالكم يا عرب عنا ورعيكم يا العب ودنيا لعبا ما درنا قد لعبنا وهونا. يقول أزلام رشيد أزلام الله يرحمه. قبل لا ننتقل حق الشباب الثانيين وأرجع حق عادل شوي في شيء حق عادل ودي أذكر مسابقة اليوم 50 خطوة ياخذها من اليوم من المتسابقين. السؤال نزل على هاشتاغ كاريزما 37 على حساب قناة الواقع في تويتر. شوف السؤال شنو جاوبوا على السؤال واللي بيقع عليه السحب متسابقة بياخذ 50 خطوة. لا تحرم متسابقك عشان تغريدة. عادل في مقطع زوت نص علبة زوت في مقطع حق شخص انت تعزه كثير. لا لا خليك مكانك. شباب المقطع جاهز كنترول. دقيقة هذا ما قلت دقيقة. جاهز اعرضوا عادل. يا قلبي انت مبلوك 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 مبروك مبروك مبروك. كفو ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ذكر ربكم يا شباب. ما شاء الله خليه ان شاء الله ما شاء الله. عادل ترى والله يشبهك. الله يجزاك خير. حرام عليك والله انه يشبه عادل. قاعد امدحك عادل. حرام عليك ما شاء الله تبارك الله. ادري المس المس هنا انا اعرف الشعور ما يحتاج انه ماله. مبلوك مبلوك حبيبي فهود. طبعا هذا ولد اختك فهد. وجه رساله حق فهد الحين يشوف. والله اني مشتاق له يعني فهد. يعني شوف فهد انت شوف يمكن الحين هي طلعت الشاشه صح؟ اي طلعت. اول شيء انا يعني اول شيء ذكر ربكم يا جماعه الخير ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله. الله يجزاكم خير جميعا. الثانيه فهد يعني لو اقول لك حاجه يمكن انت تستغربها. انا شوف انا رجال دائما اتقهوى في اليوم مره الى مرتين. مره الى مرتين اتقهوى ما اتقهوى في البيت اطلع برا اتقهوى قهوه مختصه. هذا جوي انا دائما. فاذا كان فهد طبعا فهد من سكان الرياض ما شاء الله في جينا نهايه كل اسبوع في الخارج.
لازم ضروري جدا يلبس الثوب ممتاز ويطلع معي انت قهوه انا وياه ان شاء الله. والله اني اذا جيت اروح القهوه اطلب لي مثلا فلات وايت ولا اسبانيش لاتيه اني اطلب له موهيتو ممتاز انه يتقهوى معي اسولف معه سوالف رجل لرجل ما شاء الله تبارك الله. يمكن حتى انت شفته يعني يمكن هذه من عكسه حتى على سوالف تحس انه ما شاء الله تبارك الله اكبر من عمره. عسى ربي يحفظه ويبارك فيه ويخلي الهلا والعين ترجع يا رب. آمين. الله يبارك فيكم يا رب. يلا الله وجهك وسعدتني والله العظيم يا حبيبي الله يعطيك الصحه والعافيه. محمد روح هناك يا قلبي. مهند تي عندي شويه قلبي. مهند تعجل اول شيء اللي وعدتني فيه وينه؟ يلا بسم الله تعال من حياك وليد ابو حسن شباب عادل شباب مني كاسر هاي ما عليك ما عليك هذه لما طاحت اول مع المقلب زين اسلم يلا بعد شوي كذا تبغى فزعه شيء الله يبيض وجهك لا اسمعني تعرف انت الانسان الكاتب انت كنت كاتب قبل صح؟ الله الله تتخيل واجد ايوه اكيد لابد ولا بد انك تسمع حبيبي في الخيال حبيبي التمهيد هذا كل ما تبي تقول شيء تقول لي اياه انا حفظته وانا اعرف ان كل شخص يبرر واضح انه من تبرير هذا الكلام وش يبغى من قصيده هذا الكلام مقصود لشخص ويعني هذا الكلام وينها الله يرجب ليسك زين الكلام اللي يقوله مقصود لشخص ما الله اعلم ابصدمك الحين لانك ما راح تعرف ايش اقول يلا يلا كمل انا تخيلت قصه سعيد وسعاد يا سلام تذكرها جميله جدا خيال وعشته انا من الناس اللي يعجب في القصيده هذه يا حبيبي وليد بعدها تخيلت ان حبيبتي تجي زعلانه اني تغزلت في سعاد حلو قصيده ثانيه ايه حلو حلو وقلت فيها اسلم يا سلام قالوا ويلك منها جاءتك غاضبه تجر بلسانها سلاسل العتب ويلك منها فهي اليوم منافقة وجهاني لها من نار ومن لهب تقول أيا سعاد إني لك حادثة ستروى رعبا مع الصيت والنسب أما مهند فإني فيه مولعة ويله من لوعة وعجائب الغضب قلت لهم بي الآن سكرة زدني يا ساق من الرمان والعنب زدني فالقلب به حزن وحسرة زدني وأحضر أقلامي وكتبي الله. اكتب لها أن الأشواق يتيمة وأني بين حي ومنتحب واكتب أن حالتي عسيرة وأن أخلاقي تخلو من الأدب واكتب لسعاد أنها أقحوانة وأنا تاجر وهي سلعتي ومآربي وهي عش قلبي وأنا حمامة ليت تشبيهي يبلغني مطالبي وتأكد أن الأبواب مؤصدة واتركني في ظلمة الغياهب وقل لهم أن في البيت جنة وأني مت وبعت كل مراكبي الله سلامتكم صح لسانك شكرا ولي صح لسانك يا مهند شكرا شكرا عفوا الحليب مهند الفيصل انزين لنجمنا مهند الفيصل أهلا تميزت وأبدعت كسبت محبة الجميع بأخلاقك وطيبتك وعفويتك واحترامك وتعاملك وأسلوبك الجميل وأنت نجم في عين والديك وجمهورك دائما بمساعدة زملائي عسى ربي يحفظهم آمين يا رب والله كلنا نكمل بعض مهند هاي لك أوه قديمة دي السلام أقراها؟ أين قد قلتها ترى قول نفس تبي تسمع منك هاي طلب اي شيء انا يجيني في نفس الوقت هذه حفظها سم اسلم هذه كتبتها اني اني واني ام اني واني انا انست واني واني عجوز لم تشاء الصفحة عني ولعقلي مجرا بل مجاري لا تجارة ليت المجاري جارت مني صغر سني الله قالوا سلالم تصعد طويلة الله يعطيك الصحة والعافية مهند يا رب شوف يمكن اختي مرسلة شيء لا 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 اختي تعمدت انا حتى لو في شيء ما بسمعك فيه طيب عقابا لك عندي ثلاث اخوات ترى عادي اي واحده منهم لا لانك الاسبوع اللي طاف ما مدانا شو اسمه الا انت وديت نفس التين دحديره ليش سويت؟ ما طلعت على البث طلعت يوم واحد والوقت سحبت خطط والله كنت موجود انت. والله اني كنت موجود يا حبيبتي فالك التوفيق مهند الفيصل ووليد كل التوفيق اللي نجمنا اطمن الفاصوليا قاسيه مضبوطه نفوز واضح ان احنا راح في 60 داهيه اليوم الحليب ذبحني انا كل حليب 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 الله يسعدكم يا جماعه ادري مهند صاحب القلب الطيب الله يوفقك ويسعدك ابدعت وتعب
تألقت طوال 37 يوم. يا ربي فرحنا بالمركز وكلنا معك يا نجم محمد. حمد بقول لك شيء. عيوني لك أنت. عادي اترك الجوال شوي. بكلمك شخصيا لك أنت. عيوني بعيدا عن البرنامج بعيدا عن الكلمات اللي تقولها لنا. أنت مقدم بارع. شكرا والله العظيم ما شاء الله تبارك الله عليك محمد سيد. هذه يعني مدح الرجال في وجه مذمه، لكن هذا الصدق. انا طالع مطبخ معك ما طلعت الا مره واحده مع علي، دائما مطبخ معك وفقره الاسئله سينزو. ما شاء الله تبارك الله المكان اللي تنحط فيه تؤدي فيه بشكلها المطلوب. هناك الجديه صح. هنا تاخذ وتعطي معنا تمرح. هذا اللي عجبني في حمد والله العظيم. الله ما شاء الله تبارك الله عليك، دائما توجه لي رسائل ايجابيه. هذه المره انا بوجهها لك. شكرا لك من القلب. هاي شيء الثاني تمدح الثاني بيفوز الصدق. لا لا شوف والله هذا الكلام هذا الكلام موجه لي، فهو اول شيء واجب علي صحيح. واجب اني اعدي سواء لكم ولولا الله ثم انتم، سواء فقره سين سؤال او فقره مذاق، ما نجحت الا بفضل الله ثم فضلكم. احنا نبي نعلم المشاهدين انك حتى نبي نوصل له. هي هي امدحه زي ما مدحته عشان لا تقول هذا يبغى يفوزنا. يلا امدح. انا اعلمهم ان حمد حتى تحت البث عسل. الله الصحه والعافيه انبسط مع حمد ويجعلنا عند حسن الظن. شكرا يا رب. شكرا لكم يا شباب. شكرا لكم من القلب. خلاص بشر وليدو. عيون وليدو حبيبتي هني. انا بجلس هنا. اسمع دقيقتين هاي قال لي حمد. انا ما اعرف هذا من، بس شوف تعرف هذا من. خلوا بريد المويه راحت. حمد طفل تعرفه ولا؟ طفل المويه راحت. طيب المهم وليد الزهراني كلنا معك وكل معك. عادي قولها افتخر فيها. انا افتخر فيها مو عن شيء. لا بس اتمنى تقولها ولا انا بقولها. انزين انا بقول التغريده كامله. يا يا حمد سعود لأصيلك كاتب لي مهددني هذا حاط التغريدة. شلون أقراها له؟ يلا شلون أقراها له وهو يهددني؟ لا أنا أقراها. إنزين كاريزما 37 وليد الزهراني أسد معك وكل الأهلاويين. استمر في عطائك، أنت الأفضل وأنت أحد أقطاب البرنامج. من غير تصنع لا تندم على شيء، شخصيتك رهيبة وكل ما تفعله رهيب. اسم على مسمى يا أسد. شكرا كثير. وليد الزهراني اثبت موهبته بكل جداره وحب وليد الزهراني اثبت موهبته بكل جداره وحب الجمهور، عفويته وجلساته العصريه وحضوره اللي يترك بصمه بكل مكان. بالتوفيق. وجمهورك معك وقت البرنامج وقبله وبعده. هذا العشاء مشهد الله. لوليد الزهراني يعجز اللسان عن نطق ابداعك. تالقت صاحب الخلق الجميل والشخصيه المتزنه. وجودك راقي ومتميز. أثبتت نفسك بالبرنامج بشكل عفوي وغير متصنع. تفاعلك ملحوظ. توظيفك لمواهبك جدا ممتاز. مداخلاتك ومقولاتك فعلا واضحة وجميلة نستفيد منها. استمر بعطائك وبتفاعلك الجميل. وليد الزهراني تميزت بأخلاقك الرائعة واحترامك للجميع، فخورين فيك. استمر جمهورك معك. والله دوخ والله وليد الزهراني يعني تقول لي كلام حلو وتدورني والله دوخ. تبقى الشخصية الفارقة في البرنامج، الشخصية الجميلة العفوية، الشخصية المبدعة. ننتظرك. استمر لأننا نعلم أن لديك الكثير لتقدمه. فالك المركز كلنا الأول إن شاء الله. سؤال بسرعة وشو فالك المركز هذا اللي يحبني بيقول المركز الأول يا رب. هم كاتبين حمد. دوخت بي يا حمد. الله حمد قول وليد الزهراني على طاري الذهبيه قبل شوي. حمد قول وليد الزهراني عادي ذي مسابقه وان جاي تبي المراكز الاولى ما فيها شيء. انا ان جتني الذهبيه بحطها وسام على صدري وبفتخر فيها. حلو. واعرف ان كل اخوياي زي ما عرفوا على شخبوط ان ما له ذنب فيها ان ما بيكون لاحد ذنب فيها لا انا ولا غيري. الله يعني لا جت عادل بن هيف ولا محمد الزعيزي ولا مهند الفيصل ما اتوقع انه بيخيب جمهوره وبينزلها. بالعكس بنحطها وسمع على صدورنا وبنفتخر فيها وبنطلع من البرايمات اذا احنا دخلناها. لكن يا رب انها ما تجي. انا اتمنى انها ما تجيني الذهبي والله العظيم اني اتمنى ما تجيني. انا ابغى الفضي. سببت لهم ازمه يا جماعه الخير. ترى شخبوط ما كان فاهم الاليه. ما كان يعرفها. ما على باله شباب انه بيطلع بس. شباب طبعا انتم حاليا الترند الرابع على مستوى المملكه. ما شاء الله. استاهلوكم بخير. يعلم الله يسلموا. هاي فضل الله سبحانه وتعالى اولا.
ثم تفاعلكم انتم. حلقه ناجحه والله ان شاء الله، طبخه ناجحه ان شاء الله. الاخوان الاخوات المتفاعلين معنا عسى ربي يعطيهم الصحه والعافيه. الله ما خلي لحاله. الشرب سعد ما انزهم بالسعد. هني هني في النص يا شباب. حسن ترى يفهمتك حسن. ما انزهم بالسعد. بشره بالسعد. ما انزهم بالسعد. بشره بالسعد. السلام عليكم. سعدك يا لوم عيني الحلفي. كفو. يا رجال يلا حيهم. حي والله راسك. تراني لا شو اشتعرك الله كفو يا عود. شباب عشان نذكر بالوقت باقي اشياء حلوه تقول باقي عندكم. بسم الله عليك. بسم الله الله يخرش ابليسك. والله اني قلت اخ حسبت الفاصوليا طاحت على ابنه. والله اني حسبتها طاحت على راسه. زين خلاص خلاص فيه عجبني الكلام. طيب يا بس كثرت بس حمد الطمع مو زين. وين الخبز؟ بس عشان اذكركم موجود هذا الخبز وراه وراي هني في البقاله. لا 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 شباب اذكركم باقي 7 دقائق عشان الطبخه. خلاص حطنا زودت موي. لا جبتين وقبل الطبخه وجبها كفايه فيصل والله العظيم. قبل الطبخه طفى 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 شبابنا الجميلين اخواني الجميلين اخواننا الموجودين في المطبخ وخواتنا واخواننا المتابعين والمتابعات. وقف الام بمكه المكرمه وقف نال على شرف الزمان وشرف المكان. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقف للأم في وين؟ في أطهر بقاع الأرض. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الوقف هذا سيستمر وسيكتمل بإذن الواحد الأحد. الوقف سيكتمل بك أو بدونك، فكن معنا ولا تكن مع المشاهدين اللي بس يشوفونه. ما تقدر تتبرع الدال على الخير كفاعل السفير الوقف معاي اليوم. حياك الله. يسلمك سفير الوقف وليد الزهراني. طبعا حاطين في بالهم همه انهم باذن الواحد الاحد، هم يقولون 15 انا اقول باذن الواحد الاحد يكتمل في سفارتهم. وما يدريك وما ذلك على الله بعزيز وكل شيء رب العالمين قادر عليه. واهل الخير ان شاء الله انهم بيقصرون اهل الخير. أنا وأخوي سلطان العنزي إن شاء الله بنقدم أشياء وخطط كثيرة خلال الأسبوع هذا. نحتاج من المشاهدين بس الناس اللي تتابع كاريزما أنهم يتفاعلون مع الشيء اللي بنسويه أنا وسلطان. كاريزما الآن أي ترند؟ الترند الأول. الله يطعني الله يطعني. بشرة بس سعد أبو زيزي. بشرة بس سعد أبو زيزي. الترند الأول فدام احنا في الترند الاول. ابي دام احنا في الترند الاول حاليا نبي نفس ما وصلنا لهذا المكان ننشر ايضا في الهاشتاج وسترات الوقف. احنا متفائلين كفاعله. احنا متفائلين ومتاملين كثير في الناس اللي تتابع البرنامج هذا انهم بيساعدونا ان شاء الله تحقيق المبتغى. نحن نحقق قيمه الوقف كامله 10 مليون وهي بسيطه جدا بامكان حتى شخصين يكملونها او شخص واحد، لكن ان شاء الله ان الناس كلها تستفيد ولو بمبالغ قليله. اعيد واكرر انا وسلطان العنزي ان شاء الله بنسوي فعاليات وفقرات واشياء ثمينه وجميله ومختلفه الاسبوع هذا، فاتمنى انكم انتم تساهمون فيها قد ما تقدرون. وابد عادل قبل شوي قلت لي ابيات في الام تقدر تقولها؟ سلام تفضل. طبعا انا ما ودي اكررها لكن معنى. لكن انا بقول لك انا انا انا, أنا بقول لك صراحه يعني نص اثر فيني جدا يعني. اسلم. هي جمله لاحد الكتاب من هول صدمه وفاه والدته عنده كتب انتقلت رحمه الله الى رحمه الله. شوف الوصف البليغ. فالام رحمه من الله سبحانه وتعالى، فانت لابد انك تستغل هذه الرحمه طالما انها موجوده على قيد الحياه، سواء بمبلغ زهيد أو مبلغ عالي كلها ترى سواسية عند الله سبحانه وتعالى بما تجود به يمينك. وبإذن الله احنا أمس اللهم لك الحمد بشرنا أبو عبد الله أن الوقف وصل إلى 30% يا شباب صح؟ وليد 30% وصل صح؟ 30% الحمد لله. والشباب حاطين على عاتقهم يقفلونها إن شاء الله إلى 45% بإذن الواحد لحد بإذن الله. بإذن الله بإذن الله طالما النية خالصة من الشباب ومن المشاهدين فالله معنا، وإن تنصر الله فلا غالب لكم. بإذن الله نفرح باكتمال الوقف بإذن الواحد لحد. ورد نوه ترى الوقف هو في مكة المكرمة في أطهر بقاع الأرض. الآن سنحت لك الفرصة أنك تتبرع. الآن عندك
لا تبخل على نفسك ولو بالقليل، فإنه عند الله الكثير. يربيها كما يربي أحدكم فلوة صغير الخيل، تأتي يوم القيامة حسنات كأمثال الجبال. من وين؟ من الريال أنت أنفقته. ينير قبر الميت. أنا وكافل اليتيم كهاتين. كلنا نتمنى صحبة نبينا عليه الصلاة والسلام. صلوا على حبيبكم عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، ومن مصارف الوقف كفالة يتيم. يعني أنت تتبرع بالريال بس تدخل مع هؤلاء في الوقف، والوقف مو أنه يتيم ولا اثنين ولا ثلاثة، مستمر بإذن الواحد الأحد. حبيبنا محمد شو تقول؟ أرحب وقف الأم بمكة المكرمة، شو تقول؟ أقول طال عمرك افعلوا لآخرتكم. محمد لبه سلم. يفعلوا لآخرتهم، لأنها لما مات الواحد قال ليتني حي ذا الحين علشان أسوي وأفعل. افعل ذا الحين، لا تقول لمن يموت بتصدقوا لي وبيفعلوا لي وبيسوون. الواحد يفعل لنفسه. قد تكون أنت بار بأبويك غيرهم، فلذلك يبر بوالديه ويبر حتى بنفسه، حتى لو يتصدق لنفسه. هذا وصل الله وسلم على نبينا محمد. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعطيكم الصحة والعافية. وقف الأم جماعة الخير ما نبي نخليه. الآن نسبة كم يا شباب؟ سم النسبة كم الآن؟ نسبة 30%. أنا متفائل خير، متفائل بأنها بتطوف خلال اليوم نسبة كبيرة بإذن من ضمن الواحدة. من ضمن الأهداف فرصة طيبة أني أنا أقولها في بثك أسلم أو في فقرتك يا حمد. أنا أعطاني أمس فقرتكم أنت يا شباب طول العمر. أسلم يا قلبي. أعطاني أمس عمر بن هذال فكرة. أي نعم. وقال أنا راحت علي. أي في يتمنى أن حنا نسويها. رجال الأعمال في أي منطقة من المناطق إذا في شخص يبغى يتواصل معنا شخصيا في فقرات حين بنحددها اتصال ويتبرع بمبلغ مادي علنا عشان الناس تتحفز من بعده تبدو الصدقات في نعيم ماهي. يا سلام. يتواصلون مع جروب دعمي أو جروب دعم سلطان العنزي. غرف أوكي أوكي أي نعم أوكي مان. يعطيك العافية يا قلبي. في الهاشتاج يقولون شروق تقول قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى نتيجته فسنيسره لليسرى. إذا ضاق عليك أمر فتصدق ففي الصدقة تيسير للأمور وراحة للصدور. وفي وقف الأم ستتيسر لكم الأمور بإذن الواحد لحد. الوقت ما يأخذ منك 20 ثانية إذا تبرع. لو بريال لا تبخل على نفسك، لا تبخل. المال مال الله سبحانه وتعالى، يعطيه من يشاء في غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال لحال. تكون غني قد يبدل الله حالك، وقد تكون فقير فيغنيك رب العزة سبحانه وتعالى. وايد سمعنا قصص عن اللي تبرع وتشافه، وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما ينطق عن الهوى: إن هو إلا وحي يوحى داووا مرضاكم بالصدقة. عسى ربي يجود علينا وعليكم ويعطيكم كل ما تتمنون من خيري الدنيا والآخرة، وإذا ما تقدر فالدال على الخير كفاعلة. ربي يفتح علينا وعليكم. خلنا نسمع الكلمة الأخيرة من مهند. شو تقول يا مهند عن وقف الأم؟ يكفي أنه في أعظم في أعظم منطقة في الأرض كذا كذا. وكذلك أنه عن الأم خلاص شغل سلام. بس بسم الله. فوالله يا أبو بس أنا بجيك عشان وليدي شغلني. أين وقف الأم أو الصدقة بابها لو نتكلم فيه على طول هذا البرنامج ونكمل فيها السنين القادمة ما نقدر نعطي حقه قد ما الأحاديث اللي جت فيه والآيات اللي في فضل الصدقة أصلا تكفينا. الله تكفينا. فأنا أتمنى أني شخص غني لأني أحب دعوة. أقول اللهم ارزقني وارزق بي يا رب ارزقني كذلك ارزق بي يعني خليني من خلال هذا الرزق اللي انت رزقتني اياه. فانا اتمنى ان يوم من الايام اكون هذاك الشخص الغني اللي انا اقدر اتصدق بكل اريحيه. انا ازيدك. النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما الاعمال بالنيات. عسى ربي يغنينا ويغنيكم يا امين رب. يا رب. والمتابعين اخواننا واخواتنا المتابعين والمتابعات لا تبخلوا على انفسكم.
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه عن نفسه. والله الغني ونحن الفقراء وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. طيب لبيان هاي آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى من كلام محمد رسول سربي يفتح علينا وعليكم وقف الأم بمكة المكرمة. الحسابات ظاهرة في أسفل الشاشة لا تنسونا. عسى ربي يسر ونرجع للشباب. شباب بشرونا شخبار الطبخة الوقت يلا شباب ننظف يا ولي خمس دقائق بالضبط تجهيز الطبق النظافة عشان نقيم خمس دقائق خلاص فيه شباب خمس دقائق بالضبط تجهيز الطبق النظافة عشان نقيم يا شباب والله يكفي مرة مرة هو يطبخ خلاص ساري ساري عشان أبي أنظف للمجد والعلياء مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق الأخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الملك للعالم والوطن انططن سرب يحمي المملكة وجميع بلدان المسلمين يا رب العالمين قولوا امين امين زعيل زعيل اطربنا بصوتك إيه؟ املوب يا ابو حسن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع الله طيب يا طيب مهند قبل شيء يمدحك يا حمد وانت أهل المدح واني عرفوا خطتنا والله العظيم واني والله اني أرى بيتا للمتنبي يناسب مقامك يستاهل حينما قال سلام أبو الطيب المتنبي وتصغر وتعظم في عين الصغير صغارها وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم الله يا سلام سلام يا عادل سلام الله يعطيكم العافية يا شباب سلام أبو الطيب عسى ربي يفتح علينا وعليكم يا شباب اشرح البيت حمد عرفت شو معنى البيت بكل صدق وتعظم في عين الصغير صغارها وتكبر وتعظم في يعني كل اللي يرى الناس بعين طبعا وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم يعني كل الناس يرى الناس بعين طبعا زي كذا لا قريب لا 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 فيها عيون وكذا انت بس اي شيء في عيون كذي الصغير شكله يمتح اما الصغير لو تجيه مشكله صغيره يشوفها كبيره والعظيم والعظم لله لو تجيه مشاكل كبيره يشوفها صغيره بس ربي يجعلنا نحسن الظن بس يا رب يا حمد ممكن سؤال نشوف بعد شوي السلام يا اخي انا والله نوحشني يا ابو علي وينك تقول هذا بجد وعلي اي والله نوحشني موجود رحمه الله عليه عسى ربي يوفقه يا رب وين ما يجينا الله اعلم لا الفلفل خلاص والله ما ادري ايش وضعك لا هي بحاره بس هذا اللي بتخلي اكلتنا تكفى قول له لا يبطي علينا ترى احنا والله نحب شباب ناس تسال عن شخبوط وينه موجود لكن نفسي تضايقه ضايقه عسى ربي يوسع عليه ويفتح عليه امين اللهم امين إلهي وجئتك أرتجي ألما الله أنا يا الله من همي تعبت شباب الوقت يا شباب خلصنا يلا يلا دقيقة بحط لكم تايمر دقيقتين لا كاملة مع التحضير مع كل شيء شباب والله ما يمدي حسن عندي سحب عندي كل شيء عشان وقت يا شباب الملعقة وين هي؟ سم الله عدوك شباب الله المعلم من الآن كلكم فايزين في عيني الله يسعدك اي والله والله العظيم انه احنا فزنا بحضورنا معك اليوم سوا بسعدك شوف 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 شنو لي؟ الله شنو صراحة عرف يختارون صراحة مقدمين فقط مذاق أنتوا علي الدوسري والله العظيم ناس الله يجعلنا وليد تبارك الله وليد شوف فكرتهم سوي زيها إيش أكل شعبي سوي زيها يا شيخ ولا فكرة طيب أصبر أنا أعلم كيف نسوي باقي خبزة
وين راحت؟ انت ماخذ خبزاتنا مقطعينها هنا، ليش تاخذونها يا عفا؟ اذكر التغريده نزلت على تويتر في قناه الواقع الفضائيه، والسؤال يقول من اين تستخرج الزبده؟ الفول السوداني ولا الحليب ولا البيض المخفوق؟ شروط الاجابه كتابه اسم المتسابق مع الاجابه في هاشتاج كاريزما 37. منتظركم عقب شوي السحب، كم من دقيقه وبنسحب. لا تحرم متسابقك بسبب تغريده، وشكرا لكم من القلب. وصلنا للترند الاول بفضل الله ثم جهود المتسابقين معاي اللي لهم صراحه كل الشكر والعرفان. ما لا يشكر الناس لا يشكر الله، فشكرا لهم من القلب. فضلكم انتم يا متابعين ومتابعاتنا، اخواننا وخواتنا، شكرا لكم. شباب من عرف الاجابه؟ حليب، الحليب والله كلهم ماخذينها من جوجل. حي شرف المباد وطراد الهمال في مفارع عليها من الوسم يرجو. دقيقة بالضبط، شهادة لله، شهادة لله، كل طبق يقول الزود عندي صدق. شباب دقيقة باقي بالضبط. سمعني شيء بصوتك عزيز عين، ختم فيه ولا خلني في طلب؟ لا جد من جمهورك في طلبي؟ اي والله نسيت من ساعة طلبته منك ونسيته. وين 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 عزيز عين؟ يشيل شيء الحكم السعودي او الحكم السعودي؟ الحكم السعودي، الحكم السعودي ولا قبل انت حافظها؟ والله اني جيت ماني حدودي. هذه هي ما اخذك من زاويه الطب وتخير. ماني بحفظها، ادخل عليها يا حمد اكتبها. بعطيهم الشله اللي شلتها اول ما دخلت التصفيات. اسلم. يا نسيم الليل سلم لي على اللي ما نسيته، بلغه شوقي وبشرني لعله ما نساني. وهنيك يوم تصل ديرته وتمر بيته. أما أنا شفقين على شفا وحاديني زماني. الله صح الصوت، صح الدنك. شباب الله يعطيكم الصحة والعافية على تفاعلكم اليوم حبيبي، على هوشتكم الجميلة البايخة وانتم فهموها. احلف بالله انها ما مشت عليك. احلب في البداية يا رجال من طول يدك ما شاء الله وصلت عند يوسف المخرج. والله العظيم في البداية مشيت، خليني بقول لك في البداية والله العظيم مشيت علي. مرة شلون التفت على زعيسي شفته يضحك وانا اكلمك. انا شفته يضحك بس بس لا لا قبل هو ضحك. تدري في هوشات يعني صارت لي قبل من زمان يضحك. اني في الهدة اني اضحك. تدري ليش؟ انت مو صاحي. والله يا حمد انه صدق اني في الهوشه اضحك. تضحك فايز ولا تضحك؟ لا لا طايش محتفل خلاص. اضحك ما ادري ليه اضحك، مرهم به او اني طايش او ما ادري، المهم اني اضحك. ليه ما ادري؟ تحصل واحد هو يفرع ولا يمسك يضحك كذا والرجال. لا لا والله صدق اكيد بدون اي شيء. والله انا بدون شيء وانا هاد بدون اي شيء بدون اي شيء. ايوه لا لا جنبي ذبح بدون اي شيء بدون اي شيء. تكفى يا ولدي انا قيب عشان لك يمكن الطعم. والله بسم الله. هي حياكم يا شباب. تعال تعال بسم الله توكلنا على الله. انا ما قيت اسوي الوقت. طبعا انا تعمدت ما اقول لهم اسم الطبخه اليوم لان الطبخه واضحه ما يحتاج. طبعا طبخه اليوم ادام دي اي بالفاصوليا. اللهم اني استودعك بطني يا رب. شوف كل من كبر اللقمة، كبر اللقمة يا حمد. يا الله تشوح الدجاجة معها الدجاجة تشوح. يا حمد ذوق المرق بس، ذوق الفاصوليا، ذوق الدجاج. ليت ما يجي مطبخ الواحد كذا نفسه عادي. والله يرجينا يشوش به حتى بالغرب يشوش. كاري ماري بيستو يا عيال ايش هذا؟ انت تتحدون انت ولا ايش؟ عطى عطى بيلي باولو بوب. لا 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 والله ما اقوى عيد عيد
لا والله حنا اقوى. حقته مقتبسه، حق جديد. اي زعيو حاضر رجعوا ورا شويه قلبي شطار. لا ها ابو حسن، يا ابو حسن ها والله وين سعيد؟ سعيد وين انت؟ سعيد سعيد صح. إيه هذا محمد وانا عادل. هذا عادل هيف. وين كان الكرسي يا شباب؟ هذا عادل هيف وهذا محمد الزعيزي. من اول هو موجود؟ مهند الفيصل وليد الزهراني. حياك الله. اخذوا كذي شوي حبيبي. يعطيك العافيه. مشاركه جي. مبادره جيده على قول سلطان. كذي تمام يوسف حبيبي. بعد روح بعد نزل ذي مغطي على وجهك يا عادل، مسوي ديكور. لا لا خلي الديكور هذا ما عرفتك يا مخرج. حاضر يا شعرفك انا مغطي على وجهك. حامل الكاميرا مكانها ومع ذا وليد. محمد قول بسم الله. حركات سحريه ما عندنا فيها. ها بسم الله بسم الله. سم بالله يا قلبي. صدقني صدقني تخرفه. شوف 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 عجبته. ها كمل كمل كثر والله والله. ولا تقول عجبته ولا شيء اسكت. احنا ما نتكلم. بس انا اطلبك تشرب مويه بعد ما تاكل حقتهم عشان ما تخطي الطعم حقتهم في طعم حقتهم. يعني حتى انا برضو انا اطالب الشيء هذا لان حقتكم ممكن حقتنا ترجع. انا ذقت انا يبغالك تشرب مويه ست مرات بعدها. بطتنا حاطرك هيل كانك طالع من سعاطي اللي في روسنا. انا شفت الهيل حتى الهيل اللي انحط وقالوا لي عنه. ايش؟ الهيل اللي انحط واسالك وليد احد يحط هيل طالع منه. انت اللي دلت قهوه يا حبيبي. كنافه مسوي. انت شوف هنا حط لك شوف شوف اذا مركم زين هذا فضل الله ثم فضلي. صحيح لاني مريت على قدركم اربع نعم مرات. الله يجزاك خير ما قصرت، لكن هذا اجتهاد منك. احنا ما الله وجهك ومحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد والشكر والفضل والثناء. ابو حسن ما بتفوزون اليوم. والله اني احبك ايها الفيصل. والله اني احبك كثير. احبك ايها الوليد. والله خير المنافسين. والله انتم فايزين. ما انتم فايزين. احب بس هرشحت انه مطبخ لن يتكرر. خذيته الاول هو اول الاول لنا. الله الثاني هنا. لا تشوش نفوزها. انا اشهد. لا والله ما يجينا. لا لا والله ما يجينا. تكفى يا حمد يا ولد. تكفى يا حمد. حمد ترى هذا طبقنا. الله يهديكم. قاعد تحلفون. احلفوا لك شد. احلفوا لك شد. احلفوا لك شد. الله العظيم. الله شوف ما شاء الله زين عندهم الديكورات واللون. اللون واضح انه فخر. شاعر ومنشد. شاعر بس بدون منشد. وابو عيال. وابو عيال ابو حسن وخيال وذكي. نمدح لا تشدنا. حمود حرام دلما. الله يحفظه يا رب. انا اول مره اشوف واحد يتطنز على ولده. يمنون يمنون على هذا عالي الديمقراطيه. ما يقول يبا يا حمد. ها سمعت ذاك اليوم ما يقول يا يبا. حمودي يا حمودي يا صدق صدق حتى البيت يسمي حمودي يقول. اي والله والله انا كابتشر. ولا يقول يما ينادي كابتشر ترند الاول. اقسم بالله والله اذا بكى عرف ان ذيك امه وهني ابوه. يباها يما. ها شباب ايه انا ذا الوقت اثنينكم مبدعين. الله يسعد والله العظيم اني اثنينكم في عيني فايزين صراحه. انا ذاك تمام كويس والله ان كلنا زينين. والله الطيب الثنتين. والله اثنينهم طيبين والله بدون اي مجامله. بس في شيء عن شيء يفرق. بس يمكن وليد عارف اذا ذقت صج الاثنين بتعرف شنو اقصد. انا بيكم اثنينكم تكون اطباق بعض بدون طبخهم وطبقنا. لا بعدك راح يرجع بليسك وياك انت ابوك انت امك انت. سعيد سعيد بالبوسيق البوسيق البوسيق وزين الناس. هذه حقتهم ايش رايك؟ هذا النوع هذه حقتهم طبختهم انت عجبتهم؟ لا والله مالح حقنا والله زين. شباب اللي اعطيتني حقنا ولا حق لا تبعهم. والله انا مالح. يو طعم الهيل حقكم املح. شباب شباب والله العظيم ترى كملت وقلت حق الكنترول من الفايز وخلاص. لا مو قصه شيء بس ليش بس لا بكل امانه ذقت الاثنين امانه امانه. انا ودي اخذ الاول بس طبقنا افضل صدق. ودك ايش؟ ودي انك تاخذ الاول يا حمد. عطله حطك امانه. هذا زين ولا ذاك؟ والله العظيم هذا مره الاول الثاني خلاص بقول لك بعد تبع بقول لك عشان ما يحس ان هذا طبختكم زينه. طبختكم زينه. لا وليد طبختكم زينه بس طبختنا فيها نكهات. طبختكم فيها نكهات يا اخي تحس انك بذمه. بذمه ها والله انك فاجر. ابو حسن ما يجوز الكلام اللي تقول. اول شيء الناس ادواك. هذا اول شيء ما تقدر تقرر. لا تنبخ علي يا مهند. ما تقدر تقرر يا حسن. لا تقهرني. انا خاف عليك. انا ضلع يوجعني. والله اني اسف. ما ينقف. جزاهم الله خير. تعطينا الاول؟ اعطيك الاول يا اخي. والله العظيم انا بالنسبه لي المطبخ شباب يمين يسار الله لا يهينكم سريع عشان الوقت. والله اني جوعان شباب سريع الوقت. مهند ذمه مو زين حقنا. والله انها كلها زينه. طيب واحد اثنين نغير النتائج كنترول.
أحبك في الله، اللهم زيد إيمانك يا شيخ. أبونا فاين. زين شباب، أول شيء أبارك لكم، أنتوا إلى الآن ترند الأول على مستوى المملكة. الحمد لله. شوف هذا فضل الله. الآن الآن شباب أنتوا تعالوا هني. أنا بختار، أبختار اللي يأخذ الخطوات. ممكن. ها؟ ممكن لا أنت تقول لي أوقف. لا أنا بختار بيدي. أنا أمنيتي من زمان. شباب ترضون؟ وش؟ أبغى أختار اللي اختار خطوات. لا 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 والله. لا والله. والله ما أشوف، والله ما أشوف. يلا. كاريزما 37 ترند الأول صح؟ حلو. يلا أنت حرك وبعدين إذا قلت يحرك. لاست. يلا. تحرك. حرك فوق وتحت. روح. بحدد ثلاث تحديثات. لا. لا خلاص خلاص خلاص. بس ما في تحديث أخير. يلا بسم الله. بسم الله. وسع وسع أرجع. وليد. روح روح روح. لا لا تشوف. أنا ما. شباب. بسم الله. لا لا. شو سويت يا حظي؟ إيه. هاي مشكلة اللي تعطوا. أخمر أخمر. أتصدق خلني. أتصدق أتصدق فرصة. بحث. لاست. كذي. خلني أنزل فيه تحت. وخريدك يا وليد. بالله إنك ما تخذيني. لا والله. إطلاقا إطلاقا. يلا. جبر دعطك وعد. يلا أنزل. روح فوق. روح 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 روح. طبعا اللي فيه نقاط شباب ما ناخذ، ناخذ اللي فوقه. تمام؟ خلاص أوقف. قناة الواقع الفضائية. قناة الواقع الفضائية. هذا إيه؟ المتسابق عبد المجيد بن نفال يستاهل. عبد المجيد بن نفال زيادة. أنا ما أقدر أصفق. الحين المسابقة ضيف شعله. حلو 50 خطوة. 50 خطوة. إيه للمتسابقين. وأنت تسوقر وشلون متسحب. 50 خطوة يا رجال. لا لا أنا ما جيت وقلت أعطي الجوال وبعدين. آه عادي 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 أبغى أمس جوال. زين يا شباب يلا. مكانكم كل واحد. عبد المجيد بن نفال أمس ترى أخذها على ما أعتقد. يستاهل. واليوم بعد ما ادري والله ما شاء الله تبارك الله عسى ربي يوفقه ويسلم اموره يستاهل عبد المجيد وكلكم جميعا عينين في راس احمر حبايبي تعالوا هني اليوم اليوم الفايز معنا ولا كسور في اي فريق طبعا اللي ما ايه اي لا انزين شباب اذا اخذتوا الطبق انتم فهم فايزين واذا ما اخذوا الطبق هم فايزين احنا قلنا كيف ناخذ يعني كيف ناخذ كيف ناخذ زين شباب اذا هم اخذوا مثل ما قال 600 يلا عشان الوقت فانتم فايزين اذا اخذوا 600 لا والله ما احنا فايزين شباب الاول 600 والثاني 300 تقسم على ثلاثة والله انت تكتب لون الاول لك باذن اللي ما ترى لا تحالف اعوذ بالله باذن اللي ما ترى معين اليوم الفايز معانا لانكم حتى لو في طبخة مذاق كلام طيب يا رجل الخرطة اختلافات بين الشباب ملامح ملامح وليد تغيرت وليد قام يراجع حساباته وليد يراجع حساباته واثقين جدا ومهند لا 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 واثقين جدا قاعد يفكر شنو سوى بداية الحلقة شنو سوى مهند ها سوى الله اعلم يا ترى وليد ما بالشيء اللي ياثر كثير يا حمد يا وليد ما بالشيء اللي بياثر على الطبخ وليد يا ترى اخذت الطبخة اليوم سم اخذتوا بتفوزون باذن الله اثنينكم فايزين سواء الاول او الثاني في عيني اكيد والله العظيم يعني على تفاعلكم على اخوتكم الجميله اللي قاعد اشوفها اقسم بالله اثنينكم فايزين ونعم المنافسه فشكرا لكم وندل فهذا يدل على منافسه شريفه بينهم والله العظيم شعش راسي يا وليد شعش جيب جيب القلايه شو تسوي فيها؟ اعطيها خلاص هالطلبه اليوم الفايز معانا فقره مذاق يا ترى هو الفريق اللي على يمين من الجهة اللي هني ولا الفريق الثاني الجميل هني الفائز معانا في فقرة مذاق لهذا اليوم هو الفريق والله هو الفريق يلا خلينا نروح نحتفل اسمع اي شيء خلينا نروح نحتفل هو الفريق
الفايز معانا فقرة مذاق اليوم يا اخوي احلف الفريق الاحمر يا ابن الحلال سجل علينا يا مسلم هو الفريق الاحمر هو الفريق الفريق يا سجل علينا يا مسلم فريق ولا هو فريق الاعداء اشياء بسيطة اختلفت اشياء بسيطة والله العظيم طبختين جدا جميلة فالفريق انت الفايز في عيني انت الفايز في عيني انا الفايز والله اني خوتك والله قلبك واضح احنا راضيين على الحلم والله قلبك والله اني اعرف اتذكر عظمك الا 600 يا حمد يا ابوي يا ابوي شباب تكرم ودي اقول لكم انتم فايزين بس انتم تعرفون روح المنافسه الشريفه المهم نحتفل هنا كل لازم نتحاضن وين تحتفلون عشان المخرج يعرف نتحاضن كلنا خلاص يلا الفايز معانا واللي خذ 600 نقطه اليوم الفريق الثاني خذ 302 وفايزين هو الفريق الاسود وين اللي بيلمون بعض لموا بعض كرهتهم يا رجال كرهت اخر مني يا ولد ولد اخر مني شباب تيون عندي هي اقسم بالله لانت فراس شباب انا احب اختم وانتم عندي دايما مهند حبيبي طيب. روح هناك احمر اسود احمر اسود ولا كوحديني سريع مهند مهند ودي اشكر الاخراج حسن ايهاب مخرجنا الجميل يوسف المعد الجميل صالح شكرا لكم من القلب شكرا للشباب الموجودين هنا ما قصرتوا اثنينكم فايزين والله العظيم اني استانست في المطبخ اليوم بشكل مو طبيعي باذن الواحد ازعل من اليوم ليباشر تزعل ترضى انت والوزار اللي تلبسه في الليل والله يا حمد غلط تطلع اسرار الناس ها لا تطلع اسرار ركضتها كم سترند اي ركضه الليل خلصنا منه ايه خلص بتي تي يقول لك تي سريع لا لا بيخصمون عليه والله بيخصمون عليه والله بيخصمون عليه ولا لا بيخصمون عليه قال لي عشان الوقت والله مخرج انزين في ختام فقرة مذاق اليوم شكرا لكم من القلب جميعا فردا فردا شخصا شخصا انسانا انسانا حتى القطو اللي كان معنا اليوم شكرا له شكرا لكم شكرا لكم يا شباب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله وحفظه ورعايته يلا نبدأ السباق